الثاني يقول: ما حكم قراءة القرآن بجماعة بصوت واحد، وما مدى حقيقة وضع القارئ في هذه الحالة مع التوضيح والتوكيد؟ وختاما تقبل تحياتي. قراءة القرآن بصوت واحد من جماعة، لا، هذا جائز إذا لم يتضمن محذورا، فمن المحذور أن يحصل به تشويش على من حولهم فيمنع من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في القرآن. ومنها أيضا، أي من المحاذير، أن يتخذ هذا على سبيل الطرب وهز الرؤوس وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس أصحاب الطرق، فهذا أيضا يمنع منه. ومنها أيضا أن يحصل به إعراض عن تلاوة الإنسان لنفسه، بحيث يألفون هذه الطريقة حتى لا يستطيع المرء منهم أن يقرأ القرآن لنفسه، فإن هذا محذور يجب تجنبه. لا، فإذا سلم من المحاذير فليس به بأس. وإذا كان الرجل إذا قرأ وحده صار أقرب إلى استحضاره وإلى تدبره، كان ذلك أولى من القراءة من شمعين.